برعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، يفتتح اليوم معرض البحرين للإنتاج الحيواني 2019 مراعي 5، ويأتي تنظيم النسخة الخامسة في ظل الرعاية الملكية السامية ليؤكد الاهتمام بالمحافظة على الثروة الحيوانية في البلاد بما يعزز من الأمن الغذائي ويسهم كذلك في تعزيز الاستثمار في هذا القطاع. وسيكون المعرض مفتوحا أمام الجمهور غدا الأربعاء وحتى السبت المقبل بقرية البحرين الدولية لسباقات القدرة في الصخير. وسيركز المعرض هذا العام بصورة أكبر على الإنتاج المحلي وعلى الشركات الوطنية حسب ما أفادت به وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. وسيمنح المعرض الفرصة للعديد من شركات الإنتاج المحلي تقديم عروضها والمشاركة في المسابقات بما يعزز من إنتاجها ويشجعها على تحسينه بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.